بلادي سودة يا طلعت نادي حكم العسكر مش لبلادي حكم العسكر مش لبلادي يسكت يسكت حكم العسكر يسكت يسكت حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر يلي ساكت ليه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الشيخ محمد صلاح الشرقاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر الشريف. يعني أنا اتصل بي الشيخ حافظ سلامة اليوم أول أمس لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد النور في العباسية، وأنا كان يعني حطيت في اعتباري أن تكون الخطبة بعنوان يعني أخطاء في حسابات البشر، لأن الثورة قامت وظنوا الشعب أن يعني ستفرش الأرض ورود ورياحين وكل واحد يأخذ له 4000 جنيه ويلاقي وظيفة ويأخذ له كمان 10 فدادين وبيقول أنا عايش على مساحة 7%، شوف بقى أديف مصر هاخد منه، ونسي أن النظام السابق الذي جسم فوق صدر هذا البلد طوال 30 عاما لن يقر له قرار ولن يهدى له بال إلا أن يسترجع أو يستنسخ هذا النظام. ده الإنسان لو ضاع منه بس شيلن بيفضل يدور عليه لغاية ما يلاقيه، فما بالك ببلد ضاعت من نظام كامل. أعتقد أن الجيش حسن موقفه من الأول وما انضمش للثورة لأن هم عملوا انقلاب على الثورة. هو اللي أنا أعرفه حاجة أن الاعتصام حق كفل والدستور والقانون، وعلى الدولة حماية المعتصمين. لما أنا أقول للمعتصمين يأمنوا نفسهم ده تهريج. خالد مغاوري. منين أصلا؟ محافظة الشرقية. ممكن تقول لنا ايه اسباب مجيئك لميدان العباسيه؟ والله انا جيت هنا علشان خاطر رفع الظلم عن المسلمين وعشان تكسير سواد المسلمين وعلشان خاطر مساعده المسلمين اللي اصيبوا من بلطجيه المجلس العسكري، لان هم ما جوش هنا غير لسبب اسباب بسيطه جدا، مش عشان حازم صلاح ابو اسماعيل. حازم صلاح ابو اسماعيل ده مش اكثر من شخص جسد فكره راح او جه، احنا مع الفكره مش مع الشخص. فاحنا مش جايين للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل لا من قريب ولا من بعيد، احنا جايين لنصره الشريعه، نصره الاسلام، والوقوف امام الظلم. الظلم ماده 28 الظلم. عشان تواصل خد يا حبيبي الدكتور بيقول لك خد.
قبضوا على ناس، قبضوا على ناس فوق يا جماعه، قبضوا على ناس فوق. Yeah.